وفي نفس الوقت مش بس هنبدأ المراجعات، كمان إن شاء الله بإذن الله هنحدد مع بعض إيه الحاجات اللي هي يعني مقررة والملغية خلال الفصل الدراسي الأول. طبعا احنا كلنا عارفين إن احنا بالنسبة للامتحان بداية هيبقى معانا الفصول الأولى، يعني سواء كان بالنسبة لنظامي أو انتساب. الفصول الأولى اللي هي من أول الفصل الأول لغاية الفصل السادس دي كلها هي مقررة، لكن في حاجات داخل الفصل داخل الفصول هتكلم عليها وأقول إن هي ملغاة. فأثناء المراجعة أنا هتكلم على الإيه، على موضوع الحاجات المقررة والملغية، وفي نفس الوقت كمان في الآخر خالص في نهاية المراجعة هنزل لكم بالبيجز بقى، يعني بالصفحات نفسها إيه الحاجات الإيه الملغية، عشان يبقى إيه الموضوع واضح وإيه وسهل بالنسبة لكم. طب هنبدأ الأول، إحنا هنقسم المراجعة بتاعتنا لمحاضرتين. المحاضرة الأولانية هنتكلم فيها على الثلاث فصول الأولى، والمحاضرة الثانية هنتكلم فيها على إيه من الفصل الإيه الرابع للسادس، دي الفصول اللي مقررة علينا. طب تعالوا نشوف كده هنبدأ نراجع إزاي. أول حاجة هنيجي نتكلم على الفصل الأول، هنتكلم فيه على طبعا اللي هيبقى المراجعة هتبقى سريعة، لأن الثلاث فصول في ساعة ونص هيبقى الموضوع إيه يعني يبقى سريع. طبعا إحنا خدنا الكلام ده بالتفصيل، واللي عايز التفاصيل كلها هيلاقيها في الفيديوهات السابقة، يعني كل فصل أنا عاملة له فيديو، وبالتالي إحنا بس مجرد بنعمل إيه مراجعة للفصول كلها اللي داخلة في الامتحان. طب احنا اول حاجه بالنسبه للفصل الاول كنا بنتكلم على او بنتكلم على مقدمه في سلوك المشتري، يعني عايزين نتعرف على مفهوم المشتري، على سلوكه، على خصائص السلوك المستهلك، على ليه سلوك المستهلك مهم، التطبيقات التسويقيه لسلوك المستهلك، وان كان دي مهمه جدا في الجزئيه دي، العلاقه بين سلوك المستهلك والمفاهيم التسويقيه، حقوق المستهلك، ونموذج السلوك الشرائي للمستهلك. كل ده كان بتضمنه الفصل الاول. هنمشي يعني ندي لمحة سريعة كده، وقلت إن عرفنا إيه هو الفرق ما بين المشتري، وممكن المشتري ده يتمثل في حاجتين، سواء كان بالنسبة ليه المستهلك نفسه النهائي، أو بالنسبة للمشتري غير النهائي اللي هو المنظمات. وعرفت التعريف بتاعه اللي هو كل من يبادر إلى الحصول على خدمة أو سلعة بيحتاجها سواء للاستعمال أو للاستهلاك النهائي أو للتصنيع أو لإعادة البيع. أو تعريف تاني إن هو عبارة عن شخص الطبيعي أو المعنوي اللي بيقوم باقتناء أو شراء المنتجات التي توفر له إشباع حاجاته ورغباته. تعريف تاني الشخص الذي يشتري أو لديه القدرة على شراء السلع والخدمات المعروضة للبيع بهدف إشباع الحاجات والرغبات الشخصية أو العائلية. ده كان تعريف الإيه المشتري. ثم انتقلنا بعد كده إلى أنواع المشترين، وقلت إن أنا عندي أنواع المشترين حاجتين، المستهلك النهائي والمشتري التنظيمي. وعرفت المستهلك النهائي اللي هو بيستخدم أو بيشتري المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات للاستهلاك الشخصي وليس لغرض آخر. أما بالنسبة للمشتري التنظيمي فهو بيشتري السلع أو الخدمات بغرض الإيه؟ بغرض أكتر من غرض، ممكن يكون داخل في العملية الإنتاجية، أو ممكن يكون النتيجة ليه ان هو يقضي او يقوم بالمهام الوظيفيه او التنظيميه الخاصه بيه، او عمليه تجاريه ان هو بيكسب فيها او بياخد هامش ربح. ما دام في تعدد للاغراض الخاصه بالمشتري التنظيمي، معنى كده ان المشتري التنظيمي ايضا ايه متنوع ومختلف، يعني ممكن يبقى في عندي شركات تجاريه، ممكن يكون في عندي شركات صناعيه، شركات خدميه، حكوميه، وهكذا. وبالتالي احنا كده قدرنا نقسم المشتري التنظيمي الى اكثر من تقسيم، منها المشتري الصناعي والتجاري والحكومي، وعرفنا الفرق ما بين كل واحد فيهم. ثم اتكلمنا بعد كده على تقسيم المشترين. ممكن احنا نقسم المشترين الى نوعين من المشترين، بس ده وفقا لتكرار العمليه الشراء. يعني احنا هنا لو بصينا كده للتقسيمه الاولانيه اللي هي تقسيم المشترين وفقا للغرض من الشراء، مستهلك نهائي ومشتري تنظيمي، ده واحد. النوع الثاني من المشترين اللي هو هقسم المشترين وفقا لتكرار عمليه الشراء. انا اشوف تكرار عمليه الشراء هقسمها لحاجتين، مشتري حالي وايه ومشترين مرتقبين. حالي يعني ايه؟ يعني معاه دلوقتي وهم اللي بيشتروا السلعه والخدمات في الوقت الحالي. مرتقبين اللي لسه هيشتروا السلعه يعني في المستقبل، بس يكون عندهم رغبه، يكون عندهم قدره في الايه في شراء المنتجات بتاعتي، يعني ما يبقاش عايز بس يشتري المنتج، لا كمان عنده قدره ماليه ايضا، وليس العكس، يكون عنده قدره ماليه وما عندوش رغبه، لازم يكون الاثنين ايه مع بعض. تمام.
بعد كده اتكلمنا على سلوك المشتري واتعرفنا على تعريفه، وقلت تعريف سلوك المشتري هو عبارة عن مختلف التصرفات والأفعال التي يقوم بها شخص ما لما بيتعرض لمنبه داخلي. احنا طبعا هنتكلم على مين؟ على المستهلك دلوقتي. خلاص، هنتكلم على المستهلك. فبنقول ان سلوك المشتري عبارة عن مختلف التصرفات او الأفعال اللي بيقوم بيها شخص ما لما بيتعرض لمنبه داخلي او خارجي، وده لما بيكون بيمس حاجة معينة غير مشبعة. يعني ما ينفعش يكون ايه عنده حاجة مشبعة ويشتري، ده المفروض يعني. وفي نفس الوقت بيتضمن اجراءات اتخاذ قرار الشراء. خصائص سلوك المستهلك بناء على التعريف ده ممكن اطلع بكذا خاصية، من ضمنها اول حاجة ان هو نشاط ذهني وحركي وليس نشاط حركي فقط. تاني حاجة ان هو في عندي عوامل كتيرة جدا بتأثر في سلوك المستهلك، مش عامل واحد. يعني ليس السعر فقط هو المؤثر، ليس الترويج او الاعلان هو المؤثر، ولكن هناك العديد من الايه من المؤثرات الاخرى اللي بتأثر في السلوك الشرائي، من ضمنها عوامل داخليه وخارجيه، وده اللي احنا هنشوفه طبعا في النموذج الخاص بسلوك المستهلك. بعد كده كمان اتكلمنا على او من ضمن الخصائص الخاصه بسلوك المستهلك ان هو بيمر بمجموعه من المراحل المتتابعه، يعني في سيكونس في عمليه الايه في السلوك الخاص بالمستهلك، سواء كان من اول طبعا ده اللي هنشوف فيه المراحل الخاصه بسلوك المستهلك، سواء كان من بدايه بالشعور بالحاجه او ان يكون في عندي مشكله معينه، ويعني نهايه بالايه بشعوره اللي هو فيما بعد الشراء، اللي هو اذا كان فيه رضا او عدم رضا. بعد كده قلنا كمان ان جوهر السلوك بينصب على اشباع الحاجات وليس هو سلوكا عشوائيا، ان هو بيعتمد على الشراء يعني وخلاص، ولكن هو ايه ولكن هو بيعتمد على ان في عندي حاجه غير مشبعه وانا بحاول ان اشبعها. بعد كده كمان ممكن اقول ان من ضمن الخصائص الخاصه بسلوك المستهلك ان هو بيتعرف على ايه، نقدر نتعرف على سلوك المستهلك من خلال الملاحظه المباشره للافعال، بشوف تصرف المستهلك واقدر احكم عليه. كمان برضو قال لك ان سلوك المستهلك ممكن يختلف من وقت ايه لاخر، وفي نفس الوقت برضو بيختلف من مكان الى ايه الى اخر. ايه اهميه دراسه سلوك المستهلك؟ في عندي حاجات كتيره جدا، سواء كان بالنسبه لاهميه دراسه سلوك المستهلك بالنسبه للمستهلك نفسه الفرد، او بالنسبه للمنظمه اللي هي بتهتم بالمستهلكين. اول حاجه بالنسبه للمستهلك الفرد بتعتمد على حاجتين، هو بيبقى يقدر من خلال دراسه سلوك المستهلك ان هو يتعرف على كل المعلومات المرتبطه باذن انا اختار اختيار امثل للمنتجات. وازاي الكلام ده؟ بالذات لما بيجي يعمل مقارنه ما بين الايه ما بين السلع او المنتجات بعضها وبعض، لازم يحط بدائل ويعمل مقارنه ويبحث عن المعلومات. كل دي بيبقى بالنسبه له ايه دراسه سلوك المستهلك مهمه عشان يعرف ازاي يختار. النقطه الثانيه كمان ان بتفيد دراسه سلوك المستهلك للمنظمات ان هو يضع برنامج تسويقي مناسب لكل ايه شريحه من ايه من شرائح المستهلكين المتجانسين او من الشرائح السوقيه، خلاص بحيث انها تشبع رغبات يعني واحده لمجموعه معينه من المستهلكين. طيب تطبيقات سلوك المستهلك في عندي اكتر من حاجه. اول حاجه بالنسبه لسلوك المستهلك وعلاقته بالاستراتيجيه التسويقيه، وقلت ان انا من خلال الاستراتيجيه التسويقيه بقدر ان انا احدد تفضيلات المستهلك واحدد اختياراته الامثل واحدد انماطهم الشرائيه امكانياتهم الماليه، وبالتالي اقدر ان انا اضع استراتيجيه تسويقيه ملائمه مدروسه بناء على ايه على دراسه الايه لسلوك المستهلك. كمان في نقطه ثانيه، سلوك المستهلك وجمعيات حمايه المستهلك، بقول ان انا في عندي من خلال دراستي لسلوك المستهلك اقدر ان انا احدد ايه هي حقوقه، ايه هي ازاي ان انا احميه ازاي، بان انا اعرفه الحقوق بتاعته، الواجبات بتاعته، ايه الالتزامات اللي المفروض المستهلك ايه يلتزم بيها وهكذا. من ضمن الاسهامات اللي بتقوم بها جمعيات حمايه المستهلك ان هو بيحمي المستهلك نفسه من نفسه اذا كان بيطلب حاجات ضاره به هو صحيا، او اذا كان بيحمي البيئه او بيحمي الايه المستهلكين الاخرين او الايه او المجتمع. مش بس كمان ان هو بيحمي المستهلك من الايه من غيره من الايه من الاطراف الاخرى زي المنتجين زي الايه زي البائعين وهكذا، من الاستغلال والخداع التسويقي الى اخره. بعد كده كمان بقدر من خلال برضه حمايه المستهلك او جمعيه حمايه المستهلك اقدر ان انا اعمل مراقبه للاسعار، اقدر ان انا اقلل من الخداع التسويقي اللي بيحدث من خلال الغش والتضليل اللي بيبقى موجود في المنتجات، وكمان بيمد المستهلك نفسه بالمعلومات اللي هي مهمه جدا بتساعده في اتخاذ قرار ايه الشراء.
يعني ايه بيمد المستهلك؟ عن طريق ان هو بيقول له تاريخ الانتاج، تاريخ الصنع، الاكسبير ديت، مثلا المنتجات، المكونات بتاعها، يعني في ناس بقى عندها حساسيه من بعض المكونات وهكذا. فالحاجات دي لازم تكون ايه موجوده، ولازم تكون متوفره للمستهلك. النقطه اللي بعد كده قال لك انه بيأكد على مدى مطابقه السلع والايه للمواصفات المطلوبه وايه ومراقبه الجوده. بعد كده ايضا من ضمن المهام الخاصه بجميع حمايه المستهلك ان هو بيحدد كلمة الوقوف على آراء المستهلكين أو شكاويهم، يعني بيحقق في هذه الشكاوي، بيحاول إن هو يستجيب لهذه الشكاوي، بيحاول إن هو يحلها. كمان بيوفر السلع الضرورية بصفة إيه؟ بصفة مستمرة للمستهلكين. في عندي كمان بعد كده نيجي نشوف العلاقة بين سلوك المستهلك والتسويق الاجتماعي. التسويق الاجتماعي إحنا قلنا قبل كده إن هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الأنشطة من خلالها بطبق مبادئ التسويق عشان اوصل رساله معينه لمين؟ للمستهلكين. بيكون الهدف منها هو ان انا اوصل سلوك معين مطلوب ومرغوب، يعني بحاول قدر الامكان احول سلوك المستهلكين لو في اتجاه مثلا سيء او سلبي، بحاول ان انا اوجهه اتجاه ايه؟ ايجابي. يعني مثلا النظافه، الحفاظ على مكان التسوق، يعني حاجات كتيره جدا، مثلا عدم اسراف في استهلاك الميه، ده بنسميه التسويق ايه الاجتماعي، لا للتدخين، الحاجات دي كلها. طب بعد كده سلوك المستهلك والمفاهيم التسويقيه، من ضمنها عندي حاجه اسمها القيمه من وجهه نظر المستهلك. وعرف ان القيمه من وجهه نظر المستهلك هي بتتمثل في حاجتين: الفرق ما بين المنافع الكليه والتكاليف الكليه. وعرفت المنافع الكليه هي بترتبط بكل ما بحصل عليه من منفعه من المنتج نفسه، سواء كان من حيث المنفعة الشكلية الخاصة بالمنتج أو من حيث المنافع الخاصة بالأفراد الخدمات المصاحبة للمنتج. كلمة منافع المنتج يعني الصلابة، الحجم، الشكل، اللون، الحاجات دي كلها. منافع الخدمات المرتبطة ببيع المنتج ده، زي مثلا بنقول الضمان، الصيانة، التركيب، الحاجات دي تبقى برضه مرتبطة بالمنافع اللي أنا بحصل عليها من قبل المنتج. ثم المنافع الخاصة بالأفراد اللي هو العلاقة بين المستهلك والأطراف البيعية أو العاملين الموجودين في المنظمة اللي بيتعاملوا مع الإيه؟ مع العامل بشكل مباشر. ثم منافع الصورة الذهنية هو الإيمج أو الخاصة بيه الإيه؟ الخاصة بيه المنظمة. في عندي حاجة اسمها التكاليف الكلية بقى، ده كده بالنسبة لإيه؟ للإيراد، المنافع الكلية. في عندي حاجة اسمها التكاليف الكلية، والمقصود بالتكاليف الكلية كل ما بيبذله المستهلك من جهد وتكاليف ووقت في الايه في الحصول او في سبيل الحصول على الايه على المنتج. يعني التكاليف ليست هي تكاليف ايه مادية فقط، ولكن في مجهود بدني وذهني ايضا بيفقده او بيتحمله المستهلك عشان يحصل على المنتج. بعد كده بنقول ان في عندي مجموعة من الاساليب اقدر اعتمد عليها في سلوك المستهلك واتعرف عليها عشان احدد ايه المنافع والتكاليف اللي ممكن يتحملها المستهلك. من ضمنها مجموعه من الاساليب زي طريقه الملاحظه، المقابلات، الطريقه التجريبيه. بعد كده بنقول ممكن ان انا افرق ما بين نوعين ما بين من القيم الخاصه بالمستهلك. في عندي حاجه اسمها القيمه المتوقعه والقيمه المدركه. القيمه المتوقعه واضحه جدا انها متوقعه، انا مرتبطه بالمستقبل، انا يعني لسه ما حسيتش بيها ولا حددتها. اما القيمه يعني انا بحددها مستقبلا، يعني انا لسه ما ادركتهاش، لسه ما اتحققتش فعليا، فدي بسميها القيمه المتوقعه. انا متوقعه حاجه معينه من المنتج، ان انا لما امسك التليفون هيبقى التليفون مثلا صوته كويس، هيبقى مش مثلا في رينج تون مثلا متعدده، هيبقى في مثلا بيكتشر بتاعته شكلها او ميجا بيكسل الكاميرا بتاعته هاي كواليتي وهكذا. انا ده المتوقع، يبقى هذه دي بسميها القيمه المتوقعه. اما بالنسبه للقيمه المدركه الحقيقيه اللي انا بايه بحصل عليها نتيجه او جراء استخدام الفعل للمنتج وبقدر احكم عليه، دي بسميها القيمه المدركه بالفعل، هي الاداء الفعلي للايه للمنتج. طيب في هنلاقي ايه بعد كده؟ هنلاقي ان بالنسبه لمستوى الرضا هيبقى قدام كده هنتكلم عليه فصل لاحق ان شاء الله باذن الله، هو الخاص بيه ايش سلوك المستهلك بعد الشراء. هيبقى هنلاقي ان رضا المستهلك بيتحدد بالعلاقه ما بين الاثنين، ما بين القيمه المدركه والقيمه المتوقعه. لو كانت القيمه المتوقعه اكبر من القيمه المدركه ده على طول هيديني ايه؟
هيديني عدم رضا، لان انا متوقعه حاجه والادراك ايه الفعلي حاجه تانية، يبقى هيؤدي الى عدم الرضا. طب لو كانت القيمه المتوقعه اقل من القيمه المدركه، يعني القيمه المدركه اكبر، ده معناه ان الاداء بتاع المنتج اعلى بكتير من اللي انا كنت متوقعاه، وبالتالي ده هيؤدي الى ايه شعوري انا بالرضا. بعد كده اتكلمنا على تحليل السوق، برضو من احد التطبيقات التسويقيه الخاصه بسلوك المستهلك هو تحليل السوق. ازاي ان انا احلل السوق بناء على دراسه سلوك المستهلك؟ اكيد طبعا، ان انا بحلل السوق، السوق في انماط كتيره جدا من المستهلكين، في شباب، في شيوخ، في اطفال، وبالتالي انا لما اقسمهم وفقا للسلوك المستهلك من حيث العوامل الديموغرافيه، السن، النوع، الوظيفه، الدخل، او اقسمهم وفقا للدوافع، او اقسمهم وفقا للاتجاهات، او اقسمهم وفقا لاي تقسيمات اخرى، ده معنى كده ان ايه تحليل السوق هيرتبط بمين؟ هيرتبط بسلوك المستهلك. طب كمان هنا بيقول لك ان تحليل السوق بيشمل حاجات كثيره جدا، هو مش بس بيشمل المستهلك، ولكن بيشمل ان السوق فيه ايه، فيه المستهلكين، المنافسين، الموردين، الظروف الاجتماعيه اللي هي بنسميها البيئه الخارجيه اللي بتاثر على جميع المنظمات، فبالتالي بسميها الايه السوق. طيب هنا بيقول يعني من ضمن العوامل اللي بتأثر في سلوك المستهلك هي البيئة الخارجية. البيئة الخارجية اللي هي ممكن تكون عوامل تكنولوجية زي ما قلنا، ثقافية، اجتماعية، دي من ضمن الحاجات اللي بتأثر في ايه في سلوك المستهلك. فلو بصينا كده هنا للعوامل التكنولوجية على سبيل المثال ازاي بتأثر في سلوك المستهلك، ممكن تكون العوامل التكنولوجية بتأثر في من حيث الفرص او التهديدات، بتمثل عامل فرص او بتمثل عامل تهديد بالنسبه لمين؟ للمنظمه. لو المنظمه عندها امكانيات تكنولوجيه عاليه يبقى بالنسبه لها عامل فرصه، او العكس صحيح لو هي ما عندهاش او التكنولوجيا اللي عندها ضعيفه. الظروف الاقتصاديه نفس الكلام برضو بتاثر على الانشطه التسويقيه الخاصه بالمستهلكين. ليه بتاثر على دخل المستهلك؟ بتقدر انت تحدد بناء على الظروف الاقتصاديه التسعير الملائم لمين؟ للدخل او مستوى الدخل الخاص بالمستهلكين. النقطة الثانية الظروف السياسية والتشريعية، وقلت طبعا من ضمن الظروف السياسية والتشريعية اللي بتأثر على سلوك المستهلك من ضمنها حماية المستهلك من الغش التجاري، التعبئة والتغليف، يعني يبقى في عندي حماية للمستهلك من الايه من الغش التجاري، ويكون في عندي تشريعات او في قوانين بتمنع الايه بتمنع تعرض المستهلك للايه للضرر، اذا كان مثلا من ضمنها منع الاحتكار وهكذا. في تجزئه السوق ايضا، لو جينا الكلام عن تجزئه السوق، قال لك ان في عندي طبعا ليه احنا بنجزئ السوق وعلاقه دراسه المستهلك السائل من شويه بالنسبه لتحليل السوق، لان انا عندي المستهلكين كلهم مش متجانسين، كلهم ايه عندي حاله من عدم ايه التجانس، وبالتالي المفروض ان انا ايه اقسم المستهلكين الى مجموعات متجانسه متشابهه فيما بينها ومختلفه، يعني متجانسه بداخلها حيث التقسيم اللي انا هقسمها، ومختلفه فيما بينها من حيث الايه الصفات المختلفه. تمام. بعد كده نتكلم عن الاستراتيجية التسويقية، أيضا من ضمن الحاجات اللي هي بتأثر على سلوك المستهلك من حيث إيه؟ من حيث إن أنا بحدد المنتج، من حيث إن أنا بحدد السعر، من حيث إن أنا بحدد التوزيع والترويج. يعني هنلاقي برضو الاستراتيجية التسويقية بتأثر من ضمن الحاجات اللي بتأثر على سلوك المستهلك. يعني المنتج هيأثر عليه، السعر هيأثر عليه إذا كان هيشتري ولا لأ، هيفكر يعني ممكن يكون التسعير بيخلي الإنسان ما يفكرش إن هو يأجل الشراء لأن السعر إيه كويس جدا وفي عروض فظيعة خلال الفترة دي. التوزيع مثلا قربه من البيت، أو الترويج الإعلاني رهيب ومؤثر بشكل كبير جدا في أو عامل حملة إعلانية جيدة، فده الحاجات دي كلها بتأثر في سلوك المستهلك. هندخل بعد كده في حقوق المستهلك، يمكن ده كده آخر حاجة في الفصل الجزئية دي، يمكن هنكمل بعد كده في الجزء الثاني أو في الباوربوينت الثاني، هنكمل بعد كده ايه حقوق المستهلك وارتباطها بسلوك النموذج سلوك المستهلك. حقوق المستهلك قالك طبعا في عندي حقوق كتيره جدا، ممكن احنا نلخصها في مجموعه من النقاط. من ضمن هذه النقاط حق الامان، حق الحصول على المعلومات، حق سماع الراي، حق الحياه في بيئه صحيه معينه، حق التعويض، حق المقاطعه، وحق الايه وحق الاختيار. دي بالنسبة لحقوق المستهلك. طيب بعد كده احنا خلصنا اعتقد الباوربوينت الاولاني، ناخد الباوربوينت الثاني. طيب
في الحقوق المستهلك زي ما احنا قلنا، هي دي عبارة عن 7 أنواع من حقوق المستهلك اللي هو إيه المفروض إنه بيتمتع بيها. بعد كده بنقول عندي في نموذج بقى خاص بسلوك المستهلك. نموذج سلوك المستهلك ده بيتكون من إيه ببساطة شديدة جدا؟ قال لك بيتكون زي ما احنا شايفين كده عبارة عن جزء input وجزء output. أدي المستهلك في النص وفي input وفي output، فهنا على أساس المستهلك ده يعتبر كنظام، في مدخلات وله مخرجات. فالمدخلات اللي هي جايه للمستهلك عباره عن في عندي عوامل داخليه وفي عندي عوامل خارجيه بتاثر في قرارات سلوك المستهلك، وفي عندي في المقابل عندي ايه، عندي المستهلك بيبقى يعني رد فعله او نتيجه تاثره بهذه العوامل بياخد مجموعه من ايه من التصرفات والتفكير، طبعا تصرف، وفي نفس الوقت سواء كان قلنا سلوك قد يكون حركي وقد يكون ذهني. ففي عندي 3 انواع من السلوكيات اللي هي او المراحل اللي هيقوم بيها المستهلك، سواء كانت مرحله ما قبل الشراء، مرحله اللي هي مرحله الشراء نفسها، ثم مرحله الايه ما بعد الشراء. طيب لو جينا اتكلمنا بقى بالتفصيل على الجزئيه دي اللي هي مرحله ما قبل الشراء، احنا يمكن هنبدا بالايه من العكس زي ما احنا قلنا، هنشوف ايه هي السلوك الخاص بسلوك المستهلك في المراحل المختلفة، ما قبل الشراء، أثناء الشراء، ثم ما بعد الشراء. ما قبل الشراء في عندي 4 مراحل متتالية اللي هي شعور بالمشكلة، الاستهلاكية، الحاجة لحلها، البحث عن المعلومات، تقييم البدائل المتاحة، اختيار البديل المناسب. أدي 4 مراحل خاصة بمرحلة أو خطوات مرحلة ما قبل الإيه؟ ما قبل الشراء. الخطوة الأولى اللي هي دي قلت إن أنا ببساطة شديدة جدا عشان أقدر أتعرف على إن يكون في عندي مشكلة أو في عندي حاجة معينة، يبقى في عندي فرق ما بين حاجتين، ما بين بعمل مقارنة ما بين الحالة الراهنة اللي أنا فيها والحالة اللي أنا مرغوب إن أنا أحصل عليها. ولو في فرق ما بين الحالتين، الحالة الراهنة والحالة المرغوب تحقيقها، يبقى ده بسميه في جاب إيه أو مقارنة، في جاب كبير. كل ما كان هناك فرق ما بين الحالة الحالية اللي أنا فيها والحالة اللي نفسي أكون فيها، كل ما يكون في شعور اكتر بالمشكله او جاب اكتر بيسعى المستهلك لحلها. طب نفس الكلام برضه هنلاقي في عندي عوامل بتاثر على المستهلك، هذه العوامل متنوعه. انا ممكن اشيل الثري بوكسز دي كلها او 3 يعني مربعات اللي في الجنب دي واحط بدلها كلمه العوامل المؤثره على سلوك المستهلك، بس من الاخر كده هلاقي في الاخر يعني بعمل مقارنه، ثم في النهايه بايه بشعر انا كمستهلك بالايه بالمشكله، وان انا طبعا ببقى عايزه احلها لان المستهلك ما بقاش ايه في حاله من الثبات النفسي نتيجه اختلاف الايه اختلاف الرغبه والايه والحاله الحاليه اللي هو فيها. التطبيقات الخاصه بالمستهلك انا مش مقرراها عليكم، يعني خلي بالنا بقى، يبقى دي اول حاجه ايه انا لغياها، يبقى هنا التطبيقات لو انا اقدر اعمل كده. بحيث ان احنا نبقى عارفين بيبقى فيه هنا كلام كده، يبقى انا اقدر اعمل كده اهو ان التطبيقات التسويقيه دي ايه مش عليا، خلاص كده بس كده احنا عارفين. انا هحدد لكم ليه انا بحدد لكم، عشان الفيديوهات اللي قبل كده كانت ايه برضو مش متحدده نوعا ما، لكن اقدر انا كده احدد لكم الحاجات الايه المقرره وغير المقرره. نفس الكلام برضو، ده برضو السلايد ده مش مقرر. تمام. طيب بعد كده الخطوة التانية، يبقى الخطوة الأولانية خلاص عرفناها اللي هو البحث عن تحليل المشكلة لحل المشكلة اللي عندك، ثم تاني حاجة اللي هي البحث عن المعلومات. ببدأ إن أنا أبحث عن المعلومات، المعلومات دي نتيجة إن المستهلك نفسه بيشعر بحاجته الاستهلاكية غير مشبعة، والتحليل الدقيق للمشكلة إنه المستهلك نفسه بيسعى للبحث عن المعلومات المرتبطة بنوع السلعة وسعرها ومدى توفر بدائل لها، وده من خلال مصدرين أساسيين، واحد مصادر داخلية ومصادر خارجية. طب المصادر الداخلية هي عبارة عن إيه؟ إحنا قلنا قبل كده إن هي عبارة عن أول أنواع البحث عن المعلومات، وبترتبط باسترجاع المعلومات من ذاكرة المستهلك والاستعانة بخبراته وتجاربه السابقة في اتخاذ القرار الشراء لمنتج ما أو لمنتجات مشابهة. طب هنا قال لك ان ده اول حاجه بالنسبه للمصادر الداخليه، دي اول انواع ايه مصادر خاصه بالبحث عن المعلومات، وقال لك ان زكاه المعلومات الداخليه اللي عنده دي متاحه، خلاص اوكي ما بلجاش الى مصادر خارجيه، يبقى دي اول انواع مصادر الدفع المعلومات. لكن لو كانت المصادر الداخليه دي مش كافيه غير كافيه، يبقى في هذه الحاله ايه يلجا المستهلك لمصادر ايه اخرى،
عشان ايه يقدر نعوض عنده النقص اللي موجود في الايه في المعلومات. طب المصادر الخارجيه دي ممكن تشمل ايه؟ مصادر شخصيه ومصادر غير شخصيه. مصادر غير شخصيه الاول هي تعتبر المصادر العامه اللي بتبقى موجوده وملهاش دعوه بالايه باي شخص او اي تفاعل مع الاشخاص، ولكن هي بتكون عباره عن معلومات ناتجه من مثلا من بنوك، ناتجه من ادارات مركزيه، من حكومه، نشرات، اقتصاد، بنك مركزي. الحاجات دي كلها مصادر عامه، بقول عليها مصادر عامه، بتقوم بنشر المعلومات ايه حول السلع والخدمات، ودي بتستخدم في وسائل الاتصال المختلفه، الراديو والتلفزيون وهكذا. فدي حاجه عامه وليست ايه وليست شخصيه. نفس الكلام برضه هنلاقي ان المصادر غير شخصيه ممكن اصنفها لكذا حاجه، من ضمنها مصادر تجاريه دي مرتبطه بالشركات اللي بتعمل اعلانات عن نفسها، ومصادر حكومية متخصصة زي الدولة لما بتعمل بتوفر معلومات معينة، وليكن التطعيم، وليكن مثلا كيفية التحصين أو التطعيم بالنسبة للفيروس الكورونا، أو إزاي إن إحنا نتخذ الإجراءات الاحترازية. كل دي معلومات بتجيلنا منين؟ بتجيلنا من الهيئات الحكومية أو وزارة الصحة. المصادر المستقلة دي بقى قال لك لا هي حكومية ولا هي خاصة، ولكن دي مصادر مستقلة بيكون الهدف منها هو حماية المستهلك، وليكن على سبيل المثال جمعية حماية الإيه المستهلك دي ليست هادفة إلى الربح، وفي نفس الوقت بتحافظ على الإيه، بتسعى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وخدمة الإيه وخدمة العلم والإنسانية. في عندي مصادر شخصية، وهنا قال لك إن دي عبارة عن المصادر اللي هي، طبعا أنا لازم أبص كل شوية للساعة، لأن بناء على الساعة بقدر أحدد الريتم بتاعي، عشان في 3 فصول في الإيه في الفترة، فعشان كده لازم كل شوية إيه أبص كده أشوف الساعة عاملة يعني بقت كام. المصادر الشخصية قال لك هي المصادر اللي ترتبط بالمستهلك مباشرة، زي أفراد العائلة، الأقارب، الأصدقاء، دي مصادر إيه؟ مصادر شخصية. يبقى هنا في التفعيل تفاعل مع الإيه؟ مع المستهلكين بشكل إيه؟ بشكل شخصي. المصادر الشخصية قال لك هنا كمان بيتمتع ال أفراد العائلة نفسهم، سوري، أفراد العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء، لازم يكون المصادر دي موثوق فيها، يعني ما ينفعش أي مصدر إن أنا أعتمد عليه إن أنا أحصل على معلومات منه وخلاص، ولكن لازم يكونوا ايه موثوق فيهم. انا قال لك ان المستهلك بيرتبط بيه يعني بالنسبه له مصادر الشخصيه تعتبر ايه تاني حاجه من حيث الترتيب. يعني لو جيت رتبت قلت مصادر الايه الداخليه الاول، ثم تاني بعد كده المصادر الخارجيه. طب المصادر الخارجيه ترتيبها ايه؟ الترتيب اللي فيها ايه؟ مصادر الشخصيه الاول ثم المصادر ايه غير الشخصيه. ليه؟ لان يبقى في ثقه متبادله، وفي بيثق طبعا في الاشخاص اكتر ما بيثق في الايه في الجرايد والمجلات والاعلانات وهكذا. المصادر الشخصيه قلنا تاثير اكبر في الايه في عمليه التقييم، نتيجه ما تتمتع بها هذه المصادر من ثقه وارتياح من قبل المستهلك، وفي نفس الوقت بتعبر عن جوده الايه المعلومات اللي بيحصل عليها. كميه المعلومات اللي بيبحث عنها المستهلك بتعتمد على كذا حاجه. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على سعر السلعه، بتعتمد على حدث قرار الشراء، سهوله الحصول على المعلومات، الوقت المتاح، المنفعه المنتظره. يبقى في هذه الحالة أنا بقول إن في عندي كمية معلومات المستهلك بيبحث عنها، بتعتمد أسف على مجموعة من العوامل، من ضمنها إن في سعر كبير للسلع، في حداثة للقرار للشراء، في سهولة الحصول على المعلومات. كل ما كان سعر السلع كبير كل ما احتاج كمية كبيرة من المعلومات، كل ما كان قرار الشراء الخاص بالمستهلك ده حديث، كل ما كان إيه كل ما كان محتاج لمعلومات أكتر. كل ما كان في عندي المستهلك يحصل على معلومات او في عنده سهوله الحصول على المعلومات، يعني سهل عليه الحصول على المعلومات، كل ما بيجيب معلومات اكتر. طب لو كان في صعوبه في الحصول على المعلومات مش هيقدر يجيب ايه؟ مش هيقدر يجيب معلومات كتيره. يبقى كميه المعلومات تعتمد على هذه العوامل. كذلك الوقت المتاح، لو الوقت المتاح اللي عنده عشان يجمع معلومات كتير كل ما هيجمع معلومات اكتر، والعكس صحيح، لو الوقت اللي محتاج فيه ياخد قرار شراء قليل يبقى ما فيش، يا بكره الصبح يا يعني مش هينفع. يبقى في هذه الحاله لازم ايه؟ لازم يبقى المعلومات اللي عنده تبقى طبعا كميه المعلومات قليله. كمان المنفعة المنتظرة من المعلومات الإضافية، هو كل شوية بيحاول يزود المعلومات. ليه؟ لأن المعلومات بتضيف له، بتديله إضافة. طب لو المعلومات اللي هو بيحاول يحصل عليها ما بتزودلوش في الإضافة دي، يبقى في هذه الحالة إيه؟ المنفعة المنتظرة من المعلومات الإضافية صفر، يبقى هو مش إيه؟ مش هيحاول يزود في المعلومات، أو ما يحاولش يسأل بقى تاني. فدي بنسميها المنفعة المنتظرة من المعلومات الإضافية. في النقاط التسويقية لهذه المرحلة برضو هنلغيها. تمام، برضه دي تطبيقات تسويقية بالمرحلة زي ما قبل
ما قبل الشراء دي برضه هنقيها نلغيها. تمام، بعد كده برضه نفس الكلام، احنا ماشيين ايه جزء جزء كده. طيب كده خدنا الخطوة الأولانية، ندخل بعد كده في الخطوة، خدنا الخطوة الأولى اللي هي خاصة بتحليل المشكلة، خدنا الخطوة الثانية اللي هي البحث عن المعلومات، الخطوة الثالثة اللي هي تقييم البدائل المتاحة. طب هبدأ أقيم بدل، عندي مجموعة من البدائل هقيم ما بينهم. طب هقيم ما بينهم إزاي بعد ما جمعت المعلومات؟ قال لك في عندي أكثر من معيار، في عندي معايير موضوعية، في عندي معايير شخصية. المعايير الموضوعية دي معناها قال لك إن هي بتبقى جاية من نتائج الإيه؟ ناتجة من او بتحددها النتائج المنشورة للاختبارات العلميه والميدانيه. اما بالنسبه للمعايير الشخصيه قالك بيحددها الحكم الشخصي للفرد. يعني معايير موضوعيه يعني يقول مثلا العربيه دي كم سي سي، طب السرعه بتاعتها قد ايه، طب هي ملوثه للبيئه، الانبعاث الحراري بتاعها قد ايه. دي حاجات معايير موضوعيه مالكش انت فيها خالص كمستهلك. اما بالنسبه للمعايير الشخصيه انك تحكم على المنتج من المعايير الشخصية من خلال الجودة، سوري، من خلال اللون، الشكل، الحجم، وهكذا. فدي بسميها معايير شخصية. فأنا بقول لك من المعايير المهمة عموما، يعني مهمة جدا في عملية التقييم، حاجات كتيرة جدا، من ضمنها جودة المنتج، من ضمنها درجة الإشباع المنتظرة من المنتج، السعر والوقت. بعد كده قال لك إن المستهلك نفسه بيرتب البدائل وفقا للأهمية النسبية وليس للإيه؟ وليس للاختيار البديل الامثل. مش كل حاجه لازم يكون هو ده احسن حاجه في كل شيء، لا، هو بالنسبه له الايه المناسب، البديل المناسب وليس الايه البديل الامثل. طب قال لك في عندي سؤال، هل يوجد اسلوب واحد يتم تطبيقه في جميع حالات الشراء المختلفه للمستهلك؟ قال لك لا. ليه؟ قال لك مجموعه من الاسباب الايه التاليه. واحد، مش كل المستهلكين بيقيموا البدائل بنفس الاسلوب. السبب ان مش كل المستهلكين بيشوف العلامه بنفس الطريقه، يعني قال لك ان كل مستهلك بيرى العلامه على انها مجموعه من الخصائص المختلفه. تاني حاجه قال لك اختلاف اهميه خصائص ومزايا المنتج. المنتج نفسه يعني له اهميه، له خصائص، له مزايا تختلف من المستهلك الاخر. انا بالنسبه له اهميه، واحد تاني بالنسبه له ايه ملوش اهميه. خلاص. النقطه الثالثه كمان قال لك ان خصائص المنتج ممكن تسبب رضا للعميل وممكن تسبب له عدم رضا، برضه دي بتؤدي الى اختلاف في الايه في التقييم. رابع حاجه قال لك ان المستهلك نفسه بياخد موقف معين من بعض المنتجات الايه والماركات المختلفه من عمليه التقييم، ده بيساعده طبعا هو ياخد قرار الايه، ياخد قرار الشراء بشكل جيد. معايير التقييم، لو حبينا نعرف ايه هي معايير التقييم، هي عباره عن خصائص ومنافع المنتج اللي بيبحث عنها المستهلك. يبقى معايير التقييم عباره عن خصائص ومنافع المنتج اللي بيبحث عنها الايه المستهلك. اللي تختلف معايير التقييم من حيث النوع الى كذا حاجه. يعني ايه؟ انا لما بقول ان انا عندي معايير التقييم بتتمثل في حاجتين، معيار مادي ملموس ومعيار ايه مادي غير ملموس، سوري غير ملموس. يبقى في عندي معيار مادي ملموس وفي عندي معيار غير ملموس. المعيار المادي الملموس زي التكلفه ومستوى الاداء، المعيار غير الملموس هو زي الصوره الذهنيه والذوق والمكان الاجتماعي او البرستيج وهكذا. اهميه معايير التقييم، اهميه معايير التقييم كتيره جدا، من ضمنها اول حاجه ظروف سوري ان مهم جدا احدد معايير التقييم بالنسبه للمستهلك، لان كل معيار بياخد وزن نسبي معين. يعني مثلا انا بالنسبه لي ايه معايير التقييم؟ لو قلت لك العربيه، العربيه مثلا ممكن تقول معايير التقييم بالنسبه لك السرعه، الاداء، الشكل، الماركه، مثلا الكام سي سي، الحاجات دي كلها بالنسبه لك مهمه. واحد تاني يقول لك انا بالنسبه لي مش مهم السعر، واحد تاني يقول لك لا انا بالنسبه لي اهم حاجه السعر. يبقى دي المعيار، ده المعيار اللي بيحطه في عمليه تقييمه للايه لشراء الايه المنتج. فهنا بنقول ان اللي يختلف تحديد اهميه معايير التقييم وترتيب كل معيار باختلاف المستهلكين، حيث يعطي المستهلكين وزنا نسبيا او درجه معينه تعبر عن اهميه كل معيار بالنسبه له. تمام. هنا قال ان اهميه معايير التقييم لا تختلف باختلاف المستهلكين فحسب، ما بتختلفش باختلاف المستهلكين، ولكن كمان بتختلف بالنسبه للمستهلك الواحد من وقت الى اخر. هنا قال في عندي مجموعه من الظروف اللي بتاثر في عمليه التقييم، من ضمنها كذا حاجه. اول حاجه الظروف المحيطه. خلاص، يعني دلوقتي مثلا جه حد قال لك تعالى نسافر مثلا الساحل والدنيا كلها كورونا، معيار التقييم هيختلف دلوقتي خالص. ساحل ايه، ولا مثلا نشتري مثلا حاجات فاني او حاجات رفاهيه، ايه ده احنا مش عارفين احنا
كورونا هتودينا على فين؟ يبقى في هذه الحاله الظروف المحيطه بتاثر على ايه؟ على معايير التقييم، تخليك تاجل الشراء او تمتنع عن الشراء. كمان درجه التشابه بين بدائل المنافسه، الحاجه للمنتج، مدى الحاجه للمنتج بتخليك برضو، والاعلان. في عندي انواع التقييم، في عندي حاجتين من انواع التقييم، في حاجه اسمها التقييم المسبق والتقييم الجديد. ومن اسم كده التقييم المسبق يعني ايه؟ ان انا حصل لي تجربه او خبره شخصيه في عمليه الشراء، وده ادى في الاخر الى ان انا ايه؟ بقدر احكم على المنتج بسهوله. فده اسمه التقييم المسبق، قال لك بيعتمد على هذا النوع من التقييم على الخبره والتجارب السابقه. اشتريت المنتج وبشتري منتج شبيه له او منتج يعني قريب، ببدل العربيه ده مثلا، بروح مستشفى فببقى عارفه ان انا المستشفى دي كانت كويسه ولا لا، فبقدر خلاص انا رحت وعرفت، عرفت الايه، عرفت اللي فيها. يبقى في هذه الحاله دي بسميها التقييم الايه؟ التقييم المسبق. في حاله ثانيه اسمها التقييم الجديد. التقييم الجديد قال لك في حاله اتخاذ قرار شراء جديد، في هذه الحاله ممكن يلجأ المستهلك للعديد من القواعد المرتبطه بالتقييم واتخاذ الايه؟ واتخاذ القرار، وده بسميه التقييم الايه؟ التقييم الجديد. يبقى التقييم الجديد عباره عن ايه؟ عباره عن اتخاذ قرار شراء جديد، وفي هذه الحاله قد يلجأ المستهلك للعديد من القواعد المرتبطه بالتقييم واتخاذ الايه؟ واتخاذ القرار. طيب هنا بقول في عندي كمان بالنسبه للتقييم الجديد، في عندي قواعد اتخاذ القرار. لو جينا اتكلمنا على خلاص كده خلصنا التقييم المسبق والتقييم الجديد، في عندي بالنسبه للتقييم الجديد في عندي قواعد اتخاذ القرار. قال ايه؟ قال ان قواعد اتخاذ القرار كتعريف هي عباره عن الاجراءات التي يستخدمها المستهلك لاتخاذ قرار المفضله بين البدائل المتاحه من الماركات التجاريه. يبقى اجراءات اللي بيستخدمها المستهلك لاتخاذ قرار المفضله بين البدائل المتاحه من الماركات التجاريه بيطلق عليها قواعد اتخاذ القرار. طب ما هي القواعد التي يتبعها المستهلك لاتخاذ قرار المفضله بين البدائل المتاحه؟ ايه هي القواعد دي؟ تعالوا نشوف كده. واحد، في عندي قواعد التقييم التعويضية. اثنين، قواعد التقييم غير التعويضية. قواعد التقييم التعويضية من اسمها كده قال لك يركز المستهلك طبقا لهذه القاعدة على الخصائص المقبولة من وجهة نظره في المنتجات التي يرغب في شرائها، ويتجاهل الصفات غير المقبولة. هو بيركز على الصفات المقبولة وبيتجاهل الصفات غير الايه؟ غير المقبولة. دي نقطة. النقطة الثانية يعني زي ما قلت لك قبل كده، بيشوف ايه هي، لو مثلا السعر عالي اوكي، طب وتجاهل الايه الصفات، ده مثلا سعر عالي ده صفه غير مقبوله، ولكن في المقابل ان هو بيجد ان ايه، ان الاداء بتاعها كويس جدا، فممكن هو يشتري المنتج عشان كده. طب في عندي قواعد ثانيه اسمها قواعد التقييم غير التعويضيه. هنا في هذه الحاله لا بقى، المستهلك قال لك بياخد جميع خواص المنتج في الحسبان في عمليه التقييم دون الاستغناء عن اي واحده منها. ما بيستغنيش عن ايه؟ عن اي واحده منها، بمعنى أن نقاط القوة لا يمكن أن تعوض نقاط الضعف في الأداء، وإن جميع الخواص بيكون لها حد أدنى للإيه؟ للقبول. يبقى بسميها المستهلك نفسه بياخد جميع خواص المنتج في الحسبان في عملية التقييم من غير ما بيستغنى عن أي واحدة منها، وفي نفس الوقت إن هو بيقول إن نقاط القوة مش ممكن أبدا تعوض نقاط الضعف في الإيه؟ في الأداء. وفي نفس الوقت كمان إن جميع الخواص بالنسبة للمستهلك بيكون لها الحد الأدنى في إيه؟ بالحد الأدنى في القبول. من وجهة نظر الايه؟ من وجهة نظر المستهلك. طيب هنا بقى التطبيقات التسويقية لهذه المرحلة، مالها التطبيقات التسويقية لهذه المرحلة علينا؟ من ضمن هذه التطبيقات أول حاجة بالنسبة للبحوث التسويق، قال لك لازم نعمل أو أيوة نشوف بس الأول عندنا ولا لأ، ولا إحنا لغيناها؟ لأ برضه هنا، برضو هنا التطبيقات التسويقية هنا برضو أيضا ملغية. تعالوا بقى كده نشوفها، برضو دي كمان هنلغيها اهي. تمام، برضو هنا برضو المزيج التسويقي هنلغي دي. تعالوا بقى بعد كده ناخد الخطوة الايه؟ الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة قال لك هنا يقوم المستهلك باختيار البديل الذي يعتقد انه يحقق له اقصى اشباع. يعني المستهلك بيختار البديل اللي بيحقق له اقصى اشباع، وقراره هنا اما يشتري اما يمتنع عن الايه؟ عن الشراء، او ان هو يقوم بتأجيله. ممكن يؤجل او يلغي قرار الشراء
لأسباب عديدة. يبقى هنا بنقول إن المستهلك نفسه بيختار البديل ده. خلاص كده احنا خدنا البحث عن أول حاجة المشكلة، ثم البحث عن المعلومات، ثم ثالث حاجة تقييم البدائل، ثم أربع حاجة اتخاذ القرار. هنا قال لك إن المستهلك بيقوم باختيار البديل اللي بيعتقد إن هو بيحقق له أقصى إشباع، ده الإشباع الطب يعني. وفي هذه الحالة هنا إما بيقرر يشتري أو يمتنع عن الإيه؟ عن الشراء، أو يأجله، ممكن يأجله خالص. وقال لك إن سبب تأجيل الشراء في عندي كذا إيه؟ كذا سبب. أول حاجة تأثير أطراف على أخرى على قرار الشراء، يعني ممكن والدك والدتك يأثروا على إن أنت تشتري أو ما تشتريش. النقطة الثانية حدوث ظروف غير متوقعة، يعني مثلا مستوى الدخل، وجود كورونا، ارتفاع الأسعار، في ماركات جديدة دخلت منافسة في السوق، فدي كل ده بتأثر على مين؟ بتأثر على اتخاذ القرار بالشراء او عدم الشراء. بعد كده هنا بنقول ان احنا شايفين مثلا في عندي تقييم، احنا عندي في معايير التقييم، وبعد كده في عندي تقييم البدائل المتاحه، وبعد كده قواعد اتخاذ القرار، ثم اختيار الايه البديل. فده كده خلاص، ده كده اخر حاجه هي الخطوه الرابعه اللي هي الخاصه باتخاذ القرار. كده خلصنا الجزء الايه، هل في حاجه تانية؟ ايه مشكلتك بالظبط؟ كده خلصنا ده جزء ده. يبقى اخر حاجه خلصناها اللي هي بالنسبه لايه، الخطوه الرابعه اللي هي اتخاذ القرار. طب تعال ناخد الباوربوينت التالت اللي هي الايه مرتبط بالجزئيه دي. هنا بنقول حاضر ان شاء الله باذن الله، اللي هي الفصل التالت. هنتكلم على مرحلة الشراء، ايه هو المقصود بمرحلة الشراء، وهنتكلم على كده اتكلمنا على مرحلة ما قبل الشراء، واتكلمنا عنها بالتفصيل، ثم مرحلة الايه، مرحلة الشراء هنتكلم عن المرحلة اللي بيقوم بيها المستهلك بإنفاق المال مقابل الحصول على منتج ما، ده بسميها مرحلة الايه، مرحلة الشراء. طيب نتكلم، قالك ان المستهلكين طبعا عندهم موارد ماليه معينه، وعايزين ينفقوا هذه الموارد الماليه في عمليه الايه، في عمليه الشراء. فقالك في سيناريوهات بديله لعمليه الشراء. من ضمن هذه السيناريوهات في عندي اكتر من حاجه. اول حاجه بنقول عليها خطه الشراء الكامله، في خطه الشراء الجزئيه، وفي حاجه اسمها شراء غير مخطط. خطه الشراء الكامله قال لك دي بتمثل التخطيط الكامل لشراء كل من المنتج والماركه، وفي نفس الوقت بنقول في عمليه شراء السلع الاستهلاكيه المعمره. يعني بيبقى من الاخر كده اسمها خطه الشراء الكامله، معناها انه يعني بيعتمد او بيهتم بالمنتج وبيهتم بالماركه ان هو يشتري السلع الاستهلاكيه الايه الخاصه بيه. يعني بيبقى محدد الماركه ومحدد المنتج، وممكن كمان نقول عليه محدد الايه، محدد المحل او منفذ البيع اللي بيشتري منه. تاني حاجه بالنسبه لخطه الشراء الجزئيه، قال لك ان على العكس ما بيكونش محدد الماركه لكن محدد المنتج. يعني ايه؟ محدد مثلا الثلاجه، ومحدد الثلاجه فقط، اما في حاله بالنسبه للشراء الكلي محدد الثلاجه ومحدد كمان الايه الماركه، هي مثلا ال جي، سامسونج، هو كده محدد الماركه ومحدد هيجيبها منين. فدي بنسميها خطه الشراء الايه الكليه. خطه الشراء الجزئيه لا، محدد فقط الايه المنتج، انه هيشتري الثلاجه بس، هيشتري غساله بس. فهنا قال لك ان المستهلك ما بيقومش بالتخطيط المسبق للماركه قبل ما بيشتري ايه، او قبل ما بيزور محل الشراء، لكن بيأجلها لحين القيام بالتسوق. غالبا ما بيكون التخطيط المسبق قال لك بيكون بشأن المنتج نفسه، هو الثلاجه فقط، الغساله فقط، مواصفاته، الكميه المطلوب ان هو يشتريها. عندي شراء غير مخطط. الشراء غير مخطط لا بقى، قالك هو الشراء الايه العفوي، اللي هو ما بيكونش احسن لا مخطط الماركه ولا مخطط المنتج ولا محدد اي حاجه ايه بناء عليها ان هو يشتريها. هنا قالك دي نتيجه للمهاره البيعيه للبائعين، او اساليب العرض الايه المبتكره، او السعر المغري، او وسائل توشيط المبيعات الايه المختلفه. قالك ان بيظهر النوع ده من انواع الشراء، قالك عندما تتولد رغبه مفاجاه او حاجه مريحه لدى المستهلك. يعني هو لما بيتتولد لديه رغبة مفاجأة ان هو يشتري، او ان هو يكون عنده حاجة ملحة ان هو يشتري، ده بسميه شراء غير ايه، غير مخاطر. انواع قرارات الشراء، انواع قرارات الشراء في عندي ثلاث انواع من القرارات. في عندي حاجة اسمها ان انا بقسم قرارات الشراء وفقا لمعيار حداثة الشراء، او ان انا بقسم قرارات الشراء وفقا لمعيار تعقد الموقف الشرائي، او ان انا بقسم قرارات الشراء وفقا لمعيار وحدة اتخاذ الايه القرار. طيب
ممكن بس نقف شوية لغاية لما الأذان يخلص. تمام. احنا هنا كنا بنتكلم على انواع قرارات الشراء الخاصه اللي بيتخذها المستهلك. دلوقتي ممكن نقسم قرارات الشراء وفقا لكذا معيار. اول حاجه معيار، هو انا بس اشوف الصوره ظاهره كده ولا لا، عشان ظهر تمام. فبيقول في عندي ممكن نقسم قرارات الشراء الى اكتر من معيار. المعيار الاولاني وفقا لمعيار حدث الشراء، المعيار الثاني وفقا لمعيار تعقد الموقف الشرائي، ووفقا لمعيار وحدة اتخاذ القرار. معيار او تقسيم قرارات الشراء وفقا لمعيار حدث الشراء، في عندي 3 انواع من القرارات. في قرارات تجريبيه متكرره طويله الاجل. التجريبيه قال لك لما يكون المستهلك نفسه بيشتري منتج لاول مره، قال لك بيشتري كميه صغيره كتجربه، فدي بسميها ايه؟ قرارات تجريبيه. القرارات المتكرره لما بيكون المستهلك بيشتري او متعود على ان هو يشتري كميه معينه من المنتجات ومتعود على اتخاذ هذا القرار، فدي بسميها قرارات متكرره. في عندي قرارات طويله الاجل، قال لك ان المنتجات هنا تحتفظ بيها لفتره طويله. ليه؟ نادر انك انت تشتريها، لان هي ما بتشتريهاش فتره يعني كل يوم، يعني في بعض المنتجات بتشتريها مره في العمر وخلاص ما تشتريهاش تاني، ودي بسميها قرارات طويله الايه الاجل. في تقسيم قرارات الشراء وفقا لمعايير تعقد الموقف الشرائي، في عندي 3 انواع من المواقف. موقف شراء، المواقف الشرائيه الروتينيه المكثفه والمحدوده. روتينيه يعني الموقف الشرائي معقد، يكون تعقيده قليل جدا جدا، انك انت على طول بتشتريها يوميا زي الجرايد زي مناديل زي هكذا، فدي تعتبر موقف شرائيه ما هي روتينيه. موقف الشرائيه المكثفه، لا ده انت بتبدا من اول للاخر بتمشي في هذه المراحل الايه الشرائيه المعقده اللي احنا بنقول عليها، من اول شعور بالمشكله الى ان ايه الى عمليه الرضا النهائي. مواقف الشرائيه المحدوده، قال لك لا دي بتتضمن نوع معين من البحث والتقييم بس بشكل محدود جدا، وبيكون قرار الشراء اكثر ايه اكثر تعقيدا. بعد كده قال لك ممكن نقسم كمان
قرارات الشراء وفقا لمعيار وحدة اتخاذ القرار لحاجتين، قرار شراء الفردي وقرار شراء الايه الجماعي. قال لك هنا بالنسبة لقرار الشراء الفردي واضح جدا ان هو ايه، واحد بس هو اللي بيتخذ قرار الشراء، اما بالنسبة لقرار الشراء الجماعي بيكون اكتر من ايه، اكتر من فرد يعني جماعي، الاسرة مثلا على سبيل المثال. العوامل المؤثرة في قرار شراء الخاص بالمستهلك في عندي اكتر من حاجة، الاطراف المسؤولة عن الشراء، موضوع الشراء، اسباب الشراء، توقيت الشراء، وطريقة الايه وطريقة الدفع، دي كلها عوامل مؤثرة في ايه في قرار الشراء. طيب لو جينا موضوع الشراء اللي هو المنتج اللي انت هتشتري ايه، هو الاسباب الشراء، السبب، الاسباب اللي تدفعك انك تشتري، توقيت الشراء دلوقتي ولا مثلا بعد فترة معينة او مرتبط مثلا بالسيزون، طريقة الدفع سواء كان بالكريدت او عن طريق الايه الكاش ماني. الاطراف المسؤولة عن اتخاذ القرار ممكن تحطوها قبل كده، قال لك ان في عندي حاجة اسمها المبادر، المؤثر، المقرر، المشتري، المستخدم. المبادر هو اللي بيقترح فكرة الشراء في البداية، طيب اللي هو اللي بيقترحها. النقطة الثانية، المؤثر هو الشخص اللي بيقوم بدور التحفيز، هو اللي بيحفز ايه عملية الشراء او بيشجع على الشراء او عدم الشراء. المقرر ده اللي بيطلق عليه متخذ قرار الشراء، هو الشخص الذي يحدد بصفة نهائية قرار شراء المنتج او عدم شرائه، اما اشتريه اما ما اشتريهوش. المشتري قال لك هو الشخص اللي بيقوم بالايه بالشراء الفعلي للمنتج اللي بيتم ايه تحديده. المستخدم هو الشخص او مجموعة الاشخاص اللي بيستخدمه او بيستهلكوا السلعة فعليا وبشكل ايه وبشكل نهائي. تمام، ادوار الشراء زي ما احنا شايفينها كده في الشكل، هي نفس اللي احنا خدناها، المبادر، المستخدم، المشتري، المقرر، المؤثر. في عندي معايير اختيار محل الشراء، في عندي حاجتين، معايير ترتبط بمحل الشراء، اثنين معايير ترتبط بالمستهلك او المشتري في ذاته. المعايير المرتبطه بمحل الشراء، عشان انا اللي يخليني اشتري من محل دون الاخر، في حاجات معينه، من ضمن هذه الحاجات موقع وحجم الشراء، طبيعه جوده المنتجات، السعر، رجال البيع، الخدمات المصاحبه، طبيعه العملاء المترددين، اسلوب العرض، اسلوب التغريديه، الجو العام للمتجر. دي حاجات كل دي بتاثر في إيه ان انا اشتري من ايه من محل شراء دون غيره. طب في عندي معايير مرتبطه بالمستهلك، ايه هي المعايير دي؟ في عندي حاجه اسمها المخاطر المدركه، وفي حاجه ثانيه اسمها نمط المستهلكين في الايه في الشراء. اول حاجه بالنسبه للمخاطر المدركه، يعني المستهلك نفسه بيدرك ان هناك مجموعه من المخاطر لو اشترى المنتج ده ممكن يتسبب في تحقيقها، من ضمنها مخاطر اقتصاديه، يعني يبقى الاداء بتاع المستهلك مش كويس، المنتج سيء، وبالتالي هي مخاطر اقتصاديه دي معناها ان في تكاليف ماليه يتحملها المستهلك، في مجهود بدني وذهني، وفي الاخر الاداء بتاع المنتج غير مرضي. في عندنا تاني حاجه اسمها مخاطر اجتماعيه، المخاطر الاجتماعيه دي اللي هي نظره الاخرين للايه للمنتج وعدم تقبله له، ان هو مش متقبل ايه مش متقبل المنتج بالطريقه دي. في نقطه كمان قال لك ادراك المستهلك لمخاطر الشراء من محل تجاري ما، يبقى في هذه الحالة برضه يعتبر دي مخاطر أخرى بيتعرض لها المستهلك. في نمط المستهلكين في الشراء، ودي آخر حاجة عندنا في المحاضرة، قال لك إن عبارة عن طبيعة المشتري نفسه إن هو يتخذ قرار شراء معين، ممكن يكون بيتأثر نمطه من حيث الشخصية، من حيث البيئة الاجتماعية اللي عايش فيها، من حيث المؤثرات الثقافية الموروثة، من حيث النواحي الاقتصادية في المجتمع، الحاجات دي كلها بيتأثر بيها الإيه؟ بيتأثر بيها المستهلك. عشان كده هنا بيقول إن طبيعة المشتري ذات تأثير في اتخاذ القرار الخاص باختيار محل الشراء، تتباين طبائع المشترين وفقا لمجموعة من المعايير المتعلقة، متعلقة بإيه؟ بالشخصية، البيئة الاجتماعية، المؤثرات الثقافية والاقتصادية في الإيه؟ في المجتمع. كده إحنا خلصنا المحاضرة أو المراجعة الأولانية على الثلاث فصول الأولى، إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن الإيه؟ عن المراجعة عن الثلاث فصول الأخرانيين اللي هم الرابع والخامس والإيه والسادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.